البنت اللي دايما تتساءل هذا الشخص اللي بحبه تركني هيرجع ولا ما هيرجع؟ هيرجع، صدقيني هيرجع، وإن طال الزمن وإن طال العمر وإن طال الوقت وإن تزوج وإن أنجب وإن سافر وإن تغرب هيرجع. هيرجع في الحياة الواقعية، هيرجع في الحياة الافتراضية، بس هذه الفرصة جايتك جايتك، فرصة شخبارك كيفك وينش الدنيا. من باب هذا السؤال، المشكلة مش في هيرجع ولا ما هيرجع، المشكلة إيش هتسوي لما هيرجع؟ هتتبكبكي وتشتاقي وتحني وترجع اللي كان، ولا هتستغلي فرصة العودة لشراء كرامتك وشراء مشاعرك، وإنك تلقنيه درس لا ينساه في حياته، وإنه لما خسر خسر عظيم؟ هنا السؤال اللي تسأليه، لا تسأل هيرجع ما هيرجع، هيرجع. أنت إيش هتسوي لما هيرجع؟